من أجل السلام والاستقرار الذي دعا إليه رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، فقد نظم أعضاء مجلس الخلاص الوطني وأعضاء مكتب الحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة أنغورا يوما للصلاة والتضرع إلى الله ليعم السلام والأمن والاستقرار لبلادنا. رئيس بعثته وعضو المكتب الخلاص الوطني حسب الله عبد الكريم قال إن هذا اليوم تم تنظيمه من أجل السلام والتعايش السلمي وتوطيد روح التسامح والتراحم وبناء جسور الحوار والتفاهم والعيش معا. محافظ مقاطعة أنغورا عيسى بكاي مورو شكر القائمين على هذه البادرة، داعيا في ذات الوقت الأهالي وسكان أنغورا بالتكاتف والترابط والابتعاد عن الخلافات القبلية والتفرقة من أجل بناء تشاد. هذا وفي الختام تم ختم القرآن الكريم ورفعت الأيادي إلى الله أن يحفظ البلاد من أصحاب الفتن وتعيش بأمن وسلامة.